الله الرحمن الرحيم. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة مع برنامج الديربي اللي يأتيكم بعد يوم من مباراة الكويت مع أستراليا، واللي أكيد فيها تبعات كثيرة، وإن شاء الله اليوم راح نستكمل ما بدأناه بالأمس حول تغطيتنا عن هذه المباراة، وأيضا البدء في حملة إن شاء الله تكون موفقة لدعم منتخبنا الوطني في مباراة القادمة أمام المنتخب الأردني، المباراة المصيرية اللي ترقبها الكثيرين يوم الجمعة القادم إن شاء الله على استاد جابر. قبل البداية طبعا أرحب بضيوفنا ومحللينا في برنامج الديربي. على يميني كابتن نادي القادسية والمنتخب الوطني ومدربنا الوطني راشد ديح. وسالم صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. وعلى يمينه كابتن النادي العربي ولاعب نادي القادسية في المراحل السنية وكابتن المنتخب الوطني النجم ابو عائشة احمد موسى. صباحك الله بالخير ابو عائشة. لا ذكرت لاعب نادي القادسية في المراحل السنية. المراحل السنية نعم. يعني هذا حقيقة تاريخية. تأسس صح وراح العرب. أهدى للقلعة الخضراء. سهلون. على يساري نجم نادي القادسية وعضو لجنة المسابقات باتحاد الكويت لكرة القدم السابق الزميل الدكتور محسن العنزي. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالخير. وآخر الموجودين وأول الحضور مدير الديوانية. طبعا مدير الديوانية وصاحب صلاحيات مطلقة الكابتن الكبير فرج لهيب. مساك الله بالخير يا ابو لهيب. عشان بندردش على موضوع الديوانيه وصلاحياتك وشنو المفاجات اللي راح تقدمها حق الديوانيه. انت موعد شنو اضفت يعني بالديوانيه حق الديوانيه؟ والله ابو عزوز يعني انا بالانتخاب ولا شغله. لا 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 عمر انتخاب ولا اللي ينبكر. لا اللي مجهود الحين هذه امكانيات الشخص بالديوانيه انه يقضي بالاداره الديوانيه انه يحضر مبكر. لا مو سالفه مبكر. انت لما يكون المدير الاساسي صار له فتره طويله 15 لا. سنه 20 سنه صحيح. وانا كوني كمهاجم سابق ايه اختلفت الفرصه عارف شلون اقول فابعدته عن الاداره وهذا الاهم يعني اختلفت الفرصه يعني ما خذيتها بالرجاء من صافي فرصه ما فضلك على صاحبه بالرفجة. لا احمد موسى اهم شيء عنده ان الديوانيه يعني تندار بشكل مطلوب يعني حتى يعني من صلاحياتي اللي مو عاجبتك من صلاحياتي إيه اذا احمد موسى كان اليوم مو مود احمد موسى عادي اطلع برا اقول احمد اصعد فوق ريح من طيبه. الناس يبون خدماتك ما يبون صلاحياتك. موجوده الخدمات. الدعوه موجهه اكيد لمشاهدينا اللي حاب يشارك في برنامج راح تظهر ارقام المشاركه مثل ما هي الان على الشاشه واكيد مرحب فيهم في مداخلاتهم. قبل ما نبدا في الحديث نشكر رعاتنا وداعمينا في برنامج ديربي شركه تونرز العالميه معقمات هايجين ومياه بيرين أطياب المرشود عطرات أمل الكويت منتجع سراييفو ونظارات كيفان مطعم السبعينات وشركة غرب الخليج العقارية ومركز عبد الله التقي للأقمشة. قبل الدخول في غمار الحلقة في يعني كذا نقطة ودنا نتطرق لها في البداية. الحقيقة باسم برنامج الديربي نتقدم بالتهنئة للنجم الكبير حارس مرمى نادي الكويت سابقا ومنتخبنا الوطني النجم علي صفر. الحقيقة احتراف في نادي فرداد المقدوني والحقيقة هذا النادي يعني أو يعتبر أول خليجي يحترف في كرة اليد طبعا. أوكي. إيه نعم أول كويتي أو خليجي يحترف في أوروبا وللعلم النادي هو بطل دوري أبطال أوروبا مرتين سنة 2017 سنة 2019 وهذا مكسب كبير للرياضة الكويتية بشكل عام لنادي الكويت ونادي الكويت الحقيقة في كرة اليد الآن أصبح يعني يصدر مواهب. شفنا عيال الغربة اللي راحوا لعبوا في نادي العين أعتقد الإماراتي وإن شاء الله يكون يعني فاتحة خير أيضا للاعبيننا لأن إحنا متأكدين أن عندنا مواهب كبيرة جدا في كل الألعاب. وعلى طاري المواهب أيضا نهن بنتنا الحقيقة العداء الكويتية مضاوي الشمري سجلت رقم قياسي جديد في 100 متر وللعلم مضاوي أيضا موعودة إن شاء الله في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية إن شاء الله في طوكيو اللي راح تقام في يوليو افترض إن شاء الله تقام في يوليو القادم. فكل الدعم لبنتنا مضاوي الشمري ونقول لها مبروك. طبعا سجلت الرقم في بورصة في بطولة بورصة للألعاب القوة في تركيا وألف ألف مبروك. على طاري دورة الألعاب الأولمبية الحقيقة اللي راح تقام في طوكيو
الحقيقة يعني أيضا باسم برنامج الديربي أنا حقيقة أحب أهنئ الأخت العزيزة الأستاذة فاطمة حياة. فاطمة عضو اللجنة الأولمبية الكويتية وكانت أيضا وهي أعتقد رئيسة اللجنة لجنة المرأة في اللجنة الأولمبية وأيضا كانت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكرة. شخصيا تشرفت بالعمل مع الأخت فاطمة إنسانة مجتهدة مبدعة حاط على عاتقها رياضة المرأة لكن تكريم اللي ياها تمثل كل فتيات الكويت كأول امرأة كويتية راح تكون رئيسة وفد دولة الكويت في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو أعتقد اللي راح تنطلق في 28 يوليو إذا ما كنت غلطان. وأشكر الحقيقة رئيس اللجنة الأولمبية سعادة الشيخ فهد الناصر على هذا الاختيار. للعلم هذا يعني يمكن يمكن دور المرأة القيادية في الكويت وحسب يعني اللي احنا اطلعنا عليه ان هذه ايضا خط من ضمن خطوات اللي تاخذها دولة الكويت لخطة التنمية ل 2035. ففاطمة حياة الحقيقة يعني مفخرة للفتاة الكويتية واكيد بعد اذن اخواني في قناة الاي تي في اخوي احمد الفضلي مدير عام القناة واخوي عبد العزيز العطية وكل القائمين على البرنامج ان نقدم كل الدعم لوفد دولة الكويت المشارك في اولمبياد طوكيو 2020 برئاسة أختنا العزيزة فاطمة حياة وخير ما اخترت وإن شاء الله تكون خير ممثلة للمرأة الكويتية وللرياضيين في دولة الكويت. عمر بس تفضل. قبل ما تطلع من الموضوع هذا نعم. دام أنك أنت ذكرت الأخت ولاعبتنا مضاو الشمري نعم. أنا أحب أشيد صراحة في مدربها الوطني الكابتن الكبير بدر عباس من المدربين صراحة اللي أنا متابعهم شخصيا وهو من ساهم بعد الله سبحانه بتحقيق لاعبينا في المسافات القصيرة كثير من الأرقام والميداليات الذهبية فتحية لهذا المدرب الوطني الطموح الكابتن بدر عباس وللأمانة يعني ما هو مستغرب عليك يعني طبعا وهي ذاك اليوم طلعت في لقاء بسيط وشكرتها فإحنا يعني كرياضيين نقدم لك الشكر أخوي كابتن بدر احنا دائما المدرب او اللاعب اللي يحقق نتائج او يساعد في تحقيق نتائج لا بد ان نشكره ونشيد في 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 عمله وهم بعد بنفس الوقت نشكر الاخوان القائمين على على اتحاد العاب القوه نعم كان على بوابه برنامج الديربي الظاهر في حاجز او حارس او اسمه عبد العزيز العطيه فاستغلينا وجود عبد العزيز العطيه في قطر الله يرده بالسلامه وتغطيته لبرنامج انتخابات الاتحاد لجنه الاتحاد الدولي للسباحه ودعمه ايضا لممثل دوله الكويت الاستاذ حسين المسلم فاستغلينا هذا الوجود ودخلنا هذه الكيكه الاهداء اللي جانا العزيز من الاستاذ شاهر مزيد طبعا شاهر مزيد لمن لا يعرفه هو عرباوي متعصب وهلالي في نفس الوقت فابو موسى اهداء لكم بطوله الدوري يبدو ان يعني راح ان شاء الله الاحتفالات مستمره نعم. يستاهل العربي والله العربي يستاهل طبعا راح اروح حق الهلال على جانب اليسار نعم. لان اعتقد كان ممنوع الجانب اليسار الهلالي يتم له الحديث لكن اليوم نستغل وجودك ابو عائشه الله يسلمك طبعا يعني يستاهل العربي ويستاهلون جماهير العربي واخوي يعني ابو مزيد شاهر مزيد طبعا من العرباويه المخلصين جدا امانه للعربي كفيت ووفيت يا ابو مزيد وكثر الله خيرك على هالكيكه وكان هو حاب انها تكون موجوده في وجود عزيز لكن أي. يعني قدر الله ما شاء فعل ونقول الكيكه واصله ان شاء الله واصلة. وهذه ما هي غريبه عليه يعني ابو مزيد حتى عندنا بالديوانيه يعني على قولتهم خيره سابج عندنا بالديوانيه وريال يعني كريم من اهل الكرام يعني قبل ما اروح حق الهلاليه اللي على يساري ازعجتونا طول الموسم اذا رد العربي ترد الكره الكويتيه رد العربي ترد الكره الكويتيه أمس أقول حق أبو علي محمد كرر رد العربي متى بترد الكرة الكويتية؟ لا ما يصير أنت بعمر يعني العربي يرد هالموسم اليوم يرد باكر بعد انتظر يعني طبعاً أكيد هو شوف ردة العربي هي مو لأن والله هي سحر ولا هي عصا سحرية أن باكر بيرجع المنتخب لا هي كقوة للدوري كقوة للمنافسة ترفع يعني احنا في العشر سنين الماضية ولا أنا والإخوان بغاتية والكويت بالعكس هذا تعبهم وشغلهم صحيح الناس قاعد تتعب وتجتهد لكن اليوم كانت المنافسة محصورة بينهم
كل الفرق الثانية. اليوم أنت حتى وجود العربي مو بس بالنسبة للغاسية والكويت، بالنسبة حق باقي الأندية السالمية وكاظمة، يعني كانوا قاعد يشون مباريات العربي بروح قتالية، الكل يبي ينافس. فأنا أعتقد ردة العربي هي فعلا ردة الكرة الكويتية، لكن على المدى إن شاء الله الأيام القادمة، مو على بيوم وليلة يعني. أتمنى الاستمرارية عاد لا تكون إن شاء الله بإذن الله. الهلال مقصرين. ألف مبروك الهلالية. وأنا أبارك الحقيقة للإخوة الهلالية، أخونا العزيز مبارك الدوسري، الأخ فهد الجلعودي، وكل الهلالية الحقيقة. أنا شخص اتحادي يعني، بس متوازن يعني، ما لي علاقة وايد بالتعصب في الكرة السعودية، ما بيدخل في المجال. بس لولا وجود أخوي عبد العزيز العطية في قطر كان هذه الكيكة ما دخلت الاستديو. أنا أقولها بكل صراحة، الرجل خطه واضح، يرى أن الهلال ما يستحق الدوري، يرى أن البطل غير المتوج هو الشباب. هذا مو كلام وليد انصاري، كلام عبد العزيز العطية. اول شيء مبروكين على الدوري. الله يبارك بعمرك بعمر. اول شيء يا طول العمر، يعني الهلال مو جديد على البطولات طبعًا، ولا هو اسم جديد على منصات التتويج في المملكه العربيه السعوديه. بالعكس انت قلت انا شخص اتحادي متوازن. نعم زي ولا لا؟ لما نشاهد منك طرح متوازن، الكل يثري الحلقه ويقول الراي والراي الاخر وكذا وهذا. بس انت اليوم لما تتكلم في نصراويتك يا عبد العزيز عطيه، وتتكلم لا بد تخلي الراي الاخر انه يتكلم يرد عليك يعني. نعم. انت اذا بيوم من الايام تتهم ان الهلال ما هو يستحق البطوله، هناك ارقام وهناك دلائل وهناك تاريخ ونتائج على قولتهم، وصلت الى صداره الدوري وظفر بالبطوله. جميع الأخطاء تعتبر جزء من اللعبة، سواء على نادي الاتحاد أو نادي الوحدة أو نادي النصر أو نادي الشباب. أخطاء الحكام، أخطاء الفار، تصريح فلان، تصريح هذا، جزء من منظومة كرة القدم. رضينا، زعلنا، بيوم من الأيام نادي النصر أخذ البطولة، باركنا له جميعا وقلنا جهد وتوج فيه في بطولة الدوري عندهم. خذ راحتك سوال، ايه فرصة ترى. أكيد فرصة. لا أتخلّم عليك. حق الرد مكفول حق أبو سعود. لا أبو سعود. أرقام الهواتف لو سمحتوا يا شباب حطوا حق أبو سعود. وعنده خط دولي في قطر يدق علينا. أول شيء أبو سعود الحين نايم. لا 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 أبو سعود. أتوقع نايم. لا ما ينام. وراه ما قاعد يسمع الحلقة. عزيزي نام. طايح لكوته فرج. انا شوف، انا ماني هلالي، انا اشكر شاهر يمكن العرباوي. نعم. والهلالي المتعصب للامانه، واحد افراد ورواد الديوانيه عندي طبعا. اوكي. عندي اي طبعا. انت رئيسه؟ اي طبعا. فمغربه على ترى هالامور هذه، خير انا اسمع قال كابتن احمد سابج، وياما يعني مو بس مع العربية، ترى حتى مع الكويت، حتى إذا فزت عليه روح رياضية جميلة. عكس عزيز عطية، التعصب موجود، هلالي عرباوي، لكن متفهم نوعا ما، ياخذ الأمور كل واحد وراية. فالله يعطي العافية على الكيكة هذا. وبالنسبة حق العربي، احنا كلنا، انا ككويتاوي سعيد ان العربي للأمانة حقق الدوري. لا تأشر، انا مو سعيد. فلا لا حزين من القادسية، هذه منافسة اسمها قال احمد. انا حزين ان القادسية ما اخذ الدوري. هذا منافسة من عمل النادي العربي، اشتغل تعب على نفسه استهل. قدر ياخذ الدوري نفس ما كان الكويت والغاسية يتعبون. نعم. كانوا يحققون خلال 15 سنة او 10 سنين. العربي يا الوقت اللي بالفعل يتوج عمله في بطولة. وسالم تتوقع ان عزيز يكسر عينهم ويقدم لهم هدية يوديها لهم كيكة ديوانية شيء؟ مستحيل. حق الشباب، حق الديوانية، حق الهلال، حق والله ما ادري. عزيز هو سال عن عزيز، لكن لما تقول عن العربي، عربي حقيقه انا ما تمنيت العربي ياخذ الدوري حياتك كلها كثر هالسنه. حياتك كلها كثر هالسنه. والله ابو موسى في مباراه كنا احنا مع فريق، اعتقد قبلها، قبل اللعبه الاخيره اعتقد، اللي لو تعادل العربي ياخذ الدوري، فاحنا فزنا. فما كنت اتمنى ان العربي ياخذ الدوري بتعادلنا، كنت اتمنى ان العربي ياخذ بذراعه، وهذا ما حصل. الله. العربي اذا اخذ الدوري بذراعه هني حتى فرحته، صدق تاخرت يومين يمكن او ثلاثه، لكن الفرحه اكبر. صح. انك انت ما اخذ الدوري، ما حد اهدالك، ما حد عطاك الدوري، انت خذيته بذراعك. صح. العربي طبعا مهما قلت انا عنه، العربي يبقى فريق كبير، ولا يمكن ان ما نحترم هذا الصرح الكبير اللي انا اعتقد اذا وجود العربي بالمنافسه بالفعل يثري المنافسه، ويطلعون عندنا لاعبين مميزين. نعم. يعني نعم. اليوم صحيح. العربي اهدانا لاعب
أنا أعتقد أنه مستقبل للعربي ويجب الاهتمام فيه وهم مو قصرين. بندر سلامة. نعم. حتى علي خلف أنا ما أقدر أقول عنه ناشئ علي خلف، لكن علي خلف لاعب مميز، لكن إصاباته يعني. أنا قبل الهوى أسأل أحمد موسى أقول له يا أخي علي خلف شنو هذا يلعب لعبة ويمشي شهر يقعد. كلمت أبو خالد أبوه شفته مرة فيقول لي لا والله مصاب. ففي لاعبين بالعربي احنا نتمنى ابو سالم انه ايضا الموسم القادم حتى يتم تغذيه المنتخب بعناصر افضل انه يعودون الانديه للعمل بشكل جاد وشكل اكثر جديه، مو بس القادسيه والكويت ايضا الانديه الاخرى الكاظمه السالميه وكل الانديه. احنا ما نبي نوخر على الجو. بس تفضل عمر. بالنسبه للهلال اي نعم. شوف انا نصراوي واحب فريق النصر، لكن امانه الهلال فريق كبير. الهلال يعني إذا لعب وكان في وقته أو يعني كان في يومه الجمهور واضح تكسب الجمهور في يومه كان في يومه في يومه تهم خطير الجمهور تكسب الجمهور ما في نصراوي يتمنى حق الهلال الدوري لا صراحة. أنا مو سعودي أنا كويتي أنا أحب نصراوي أنا كتشجيع كرياضة. لو تقول لي بالكويت أقول لك لا القادسية وبس. طيب لكن برا لا أنا مشجع. ألف مبروك للهلال، ألف مبروك للعربي، ألف مبروك لكل الفرق اللي يعني حققت دوريات هذه السنة بعد غياب سنوات طويلة. وإن شاء الله تكون تهاني تنهال على منتخبنا يوم الجمعة إن شاء الله في لقاء الأردن. عندنا تقرير عن مباراة الكويت وأستراليا ورأي المدربين حول هذا اللقاء، وبعدها إن شاء الله راح نعود ونسمع رأي محللين حول لقاء الكويت وأستراليا وماذا يحتاج منتخبنا في مباراة الأردن القادمة. خسارة جديدة تعرض لها الأزرق الكويتي أمام الكنغر الأسترالي في منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهاية كأس العالم في قطر وكأس آسيا في الصين، والتي كانت ثقيلة لعدة أسباب. المنتخب الأسترالي يمكن هذه ثاني مباراة على أرضنا يتفوق علينا. أنا أعتقد هذا ما من باب الصدفة أن المنتخب الأسترالي بحكم الإمكانيات اللي موجودة عند المنتخب الأسترالي وحكم الظروف المحيطة. صدق أن احنا سمعنا أنه صار لسنة ونص ما لعب مباريات ودية، لكن أعتقد أن غالبية اللاعبين محترفين في دوريات خارجية. على العكس احنا يعني عندنا غالبية لاعبيننا من الشباب، وأنا أعتقد أن احنا ما نبي نقسو عليهم. يعني احنا عندنا مجموعة طيبة من اللاعبين الشباب، لكن يعني الواجب علينا أو على الاتحادنا يصقلهم في شكل جيد أو يعدهم بشكل جيد للمستقبل. من الأسباب الخسارة الثقيلة على منتخبنا كانت رقم واحد اللي كان تحليل منتخبنا الجهاز الفني على منتخب أستراليا. السيناريو تكرر مرة ثانية، اللي صار في الذهاب صار في الإياب. في الذهاب بربع ساعة تسجل علينا 3 أهداف، في الإياب تسجل 2، وضاع فرص المنتخب الأسترالي. تقريبا المنتخب الأسترالي نقاط الفنية اللي يمتاز فيها الكرات العرضية كرر الموضوع في الإياب، والأخطاء تكررت من قبل منتخبنا. الخسارة الثانية للأزرق أفقدته البطاقة الأولى والتأهل المباشر للدور الثاني عن المجموعة الثانية، على أن يسعى للمنافسة لحجز المركز الثاني والإبقاء على آماله بأن يكون ضمن أفضل 4 فرق في المركز الثاني من بين المجموعة الثمانية. أسباب الخسارة طبعا كثير، طبعا يتحملها بالمقام الأول أنا أشوف الجهاز الفني لعدم قراءة الجيدة للمباراة، أيضا في توظيف اللاعبين، ونشوف أن هي كانت مباراة يعني لا تقبل قسمة على 2 مباراة استراليا أنت محتاجة 3 نقاط. وشفت يمكن أن التعامل مع المباراة كان بغير المنطقية أو الواقعية اللي كنا نتأملها. غياب لاعبين الخبرة في هذه المباراة، وأنا أعتقد في تصريح سابق للجهاز الفني أن نحتاج لاعبين الخبرة. الآن ظلمت لاعبين الشباب بهذه المباراة بإشراكهم من بداية المباراة، فشفنا غياب لاعبين الخبرة لتحكمهم في رتم المباراة ومجارات المنتخب الأسترالي وهم أكثر حكمة داخل الملعب. شفنا غياب القائد بدر مطوع، شفنا غياب النجم يوسف ناصر، أيضا أحمد الزنكي، فهذه كانت الحلول عندهم حتى الهجومية. أنا أعتقد أن المباراة الدولية هي كفيلة بلاعبين الخبرة. منتخب الأردن فريق يعني جيد، فريق قوي،
فريق قاتل، اذا انت بتلعب مع الاردن ما تقاتل صدقني هذا الميزه راح يتفوق عليك فيها المنتخب الاردني، ما نستهان فيه، فريق قوي صحيح ان الارض ارضنا والملعب ملعبنا، ولكن منتخب اردني منتخب قوي، اتمنى من الجهاز الفني انه يضع التشكيله مناسبه لهذه المباراه. احنا المباراه السابقه مع استراليا ما اعتقد حطينا التشكيله المناسبه اللي تناسب وضع المباراه بالنسبه حق كتوظيف كطريقه كلاعبين اختيار لاعبين. المباراه هذه اتمنى من الجهاز الفني واتمنى حتى ايضا من اللاعبين ان احنا نركز بشكل كبير ان هذه المباراه هي الفيصل وهي ان شاء الله المباراه اللي يعني هي القارب اللي تودينا قارب النجاة اللي يودينا للامان للتصفيات الثانيه او الدور الثاني. المدربون الوطنيون طالبوا مدرب المنتخب كراسكو بتصحيح الاخطاء ودخول لقاء الاردن بالفوز ولا سوى، والزج بعناصر الخبره لحسم اللقاء المصيري. في المنتخب الكويتي يمكن قبل انسحاب كوريا الشماليه كان الوضع بالنسبه له يعني كثاني كافضل ثاني كان جيد، لكن بعد انسحاب المنتخب الكوري يمكن راح تدش فيها حسبه اهداف وحسبه هي على مباراة الأردن. يعني اليوم أنت إذا لعبت مع الأردن هذه تعتبر آخر لعبة لك، لأنه في ظل التغيير اللي حصل في انسحاب المنتخب الكوري أعتقد أن المباراة الأخيرة نتائجها وما راح تنحسب، وخصوصا إحنا مع الصين تايبي آخر مباراة وراح تصير فيها حسبة أهداف. وتبقى الجماهير الرياضية على أعصابها اليوم الجمعة المقبل للقاء المصيري والحاسم أمام الأردن والدخول في حسابات أخرى مع فرق المجموعات الأخرى. أحمد العنزي لبرنامج الديربي. كل الشكر لأخونا أحمد العنزي بفواز على هذا التقرير، والشكر أيضا لمدربينا اللي أدلوا برأيهم حول مباراة الكويت وأستراليا وما نحتاجه في مباراة الكويت والأردن، وهو السؤال يمكن اللي راح نوجهه لمحللينا، لكن طولنا على الفاصل فناخذ فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نرجع ونوجه السؤال لضيوفنا في برنامج الديربي. عدنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا رأي الإخوان المدربين الوطنيين في لقاء الكويت وأستراليا، وأيضا أمس تكلمنا بسهاب عن لقاء الكويت وأستراليا، نستغل وجود أيضا ضيوفنا اليوم ومحللين برنامج الديربي. ويعني أمس إذا أنتم شفتوا الحلقة الكل الحقيقة حتى بالشارع الرياضي الكويتي الكل حط اللوم أغلبه على المدرب على كراسكو، والمدرب رمى الكره في ملعب اللاعبين، صارت فيه يعني اشبه بال يعني كره الاتهام تتبادل بطريقه غير مباشره. وسالم اكيد شفت انت المباراه امس وتابعتها من الناحيه الفنيه، من ناحيه اداء اللاعبين، من ناحيه الترتيب، انت شو تقول عن المباراه امس؟ لا حقيقه يعني المنتخب الازرق امس ما كان لا طعم ولا لون، مستوى متواضع جدا جدا. يعني انا ما اعتقد في مباراه لعبناها بهذا السوء. يعني اليوم احنا لما نتكلم عن المنتخب احنا ندري ان في مباراة قادمة مهمة بالنسبة ومصيرية، لكن احنا نتحكى عن اداء. انا ما يهمني النتيجة ان 3-0 هذه، والله ما همتني يا اخي، العب قدم اللي عندك. انا اتكلم عن اداء فريق، لما تأدي من المباراة وتخسر ماكو مشكلة اخسر، لكن لما تدش الملعب لا انت مأدي ومغلوب ولا قاعد تسوي شيء داخل الملعب يا رجل، ما في تحضير بالمرة، مع أن عندنا بنص الملعب فهد الأنصاري وأحمد الظفيري يعني لاعبين كبار وخبرة، لكن لما تشوف ترابط الخطوط ما بين اللاعبين منطقة التحضير ملغية، ما في هجمة منظمة طلعت من الخلف وصلت قدام، ما في نغلات تحس أن الفريق يعني أنا حقيقة يعني المدرب، أنا شوف ترى أنا مو ضد ان المدرب ما ادى شيء، انا اعتقد الاتحاد بكبره على خطا، المنظومه كلها نعم الاتحاد على خطا.
يجب أول شيء على الاتحاد أنه يكون عنده الشجاعة ويطلع ويقول فند قول أنا أبي أوصل كأس آسيا، ترى أنا مو ما أفكر بكأس العالم، علشان نعرف خطتك شنو، شنو اللي قاعد تسوي، خلنا نعرف علشان لما أنت توصل نقول والله هذا اللي وعدنا فيه. يا أخي في استراتيجيات للاتحادات سالم، يعني عقب تجربة السنوات مع الاتحاد تتوقع الاتحاد أيضا يجب أن يعطى فرصة ويقطع؟ لا ما قلت كذي، ما قلت يعطى فرصة، أنا أقصد شنو، أن أنا وجهة نظري إنزين أن الاتحاد خلاص يعني أدى كل ما عليه، إذا كان أدى شيء لا يمشي. أنا شوف أنا عندي لغة أرقام، نعم بو عمر، أنا لما يجي أقول شنو بتقدم لنا أنت الحين ماسك الاتحاد الشيخ أحمد والإخوان اللي معاه، أنتم ماسكين الاتحاد شنو خطتكم؟ عندكم الشجاعة تطلعون وتقولون احنا نبي نوصل الى كاس اسيا، بنعدي المرحلة الدور الاول. انا ترى اقول لك شغلة، الواقعية اهم شيء، احنا ما عندنا واقعية، ما عندنا ناس تواجه حتى الجمهور وسالم يخاطب بالتصريحات. نعم وياك اعضاء مجلس الادارة، عضو مجلس الادارة يقولك احنا نبني فريق، عضو مجلس الإدارة يقولك لا احنا نبي نوصل، رئيس الاتحاد يقولك لا مو صحيح. شوف هذا التناقض. شوف انا قاعد ندفع ثمن. ابو عمر احنا اول شيء انا من العام قايلها وانا على كرسي فرج، انا قايلها قلت اذا احنا نفكر ان نوصل كأس العالم هذا ضحك على الناس. الواقعية يجب ان تكون في واقعية ومصداقية مع الجمهور. انت تعال وقول يا اخي انا رايي طموحنا المفروض يكون كأس آسيا الدور الأول، يعني انت خطة المجموعة بس. لكن انت شوف ترتيبك يا رجل، انت اذا تبي توصل خلك على أرض صلبة، وبعدين ما في شيء اسمه انا قاعد ابني فريق، هذا ضحك على الناس يا جماعة. ما في واحد يبني بالفريق الأول، تبي تبني تحت بالمراحل السنية من المدرسة وتصعد مع اللاعبين. نفس منتخب قطر حاليا، منتخب قطر، منتخب الامارات، من الناشئين مع بعض، نفس المدرب، نفس منتخب سيدني، نفس منتخب سيدني على الاقل. يعني انت عندك من تحت، لكن انت قاعد تقول انا ابي ابني فريق، شو اللي تبني؟ انت قلت وعدت الجمهور انه راح نحضر الفريق. اليوم امس انا اشوف المباراه في اثنين الصغار او ثلاثه اذا حسبت حمد القلاف، حمد القلاف، بندر سلامه، مبارك الفنيني، هذا الصغار بس. نعم. إيش حق التخلى عن لاعبي الخبرة؟ خلهم موجودين عين. طيب. شو بقى؟ بعائشة كلاعب بصراحة في وايد ناس يقولون أنتوا قاعدين تجاملون اللاعبين، قاعد تبعدونهم عن المسؤولية، وهم المسؤولين لأن هم الـ11 شخص اللي يكونون داخل الملعب اللي ينفذون السياسات. أنت كلاعب ترى أن اللاعبين هم المقصرين بصراحة؟ لا والله بصراحة ما أشوف اللاعبين، التقصير من اللاعبين، هو التقصير عامل مشترك ما بين الكل، لكن اللاعبين هم المظلومين. لان احنا اليوم التخبط صار عندنا ابو عمر، صار عندنا من يوم حطوا المدرب وشفنا التشكيله والتغيير المستمر. يعني احنا ما ثبتنا على 25 لاعب بالسنه اللي طافت. صحيح دائما احنا جرت العاده هو تغيير في 5-7 لاعبين للتجربه، لكن انت هذا المدرب حيرنا مع طبعا مع الاخوان في الاتحاد، يعني حيرونا في الاختيار. مرة اختاروا كل صغار وراحوا لعبوا مباراة وقالك احنا بنعد، يا بعدها دخل اللاعبين الخبرة، يا شال اللاعبين الخبرة رد الصغار، يا شال. زين انت هذا التخبط، انت شنو تبي؟ شنو انت يعني انت اليوم مقبل؟ احنا كنا كلنا عارفين ونازل الرزنامة ونازل الاجندة ان المنتخب راح يلعب التاريخ الفلاني في اليوم الفلاني مع المنتخب الفلاني. بناء على هالشيء انت مفروض كنت تعد فريق يعد لهالمباراة او لهذه المرحلة. انت ما عديت، انت كانت كل مباراه وديه او كل مباراه تجريبيه قاعد تخوضها في الفتره اللي طافت تشكيله مغايره. فاليوم انت شلون تلوم اللاعب؟ انا اليوم احنا كلنا لعبنا كره ونفهم ان اليوم كثر التغيير بالتشكيله وفي المراكز دخلك بمعمعه. انت صحيح. انت ما خصوصا ان هذول مو لاعبين نادي، هذول يعني مو اللي صلتهم متقاربه جدا في النادي ويوميا مع بعض وتمرين يومي ومع بعض ومباريات يوميه تفرق وايد. المنتخب هذا تجمع من وين لوين، واحنا تدري احنا ظروف اللي مرنا فيها الايقاف وظروف كورونا، ففي بعد فكري، في بعد اجتماعي بين اللاعبين. صحيح. فانت اليوم هذا كله، هذا الجانب كله تجي تقول لي والله اللاعبين، لا اقول لك لا مو اللاعبين، في خطا من الاتحاد، في خطا لان انت الاتحاد بتقول لي والله الاتحاد ما يقدر، يقول يلزم المدرب تعال يبا انا ما بيك الحين تعد فريق او تنقي لي لاعبين صغار للتجربه،
لا اليوم انا عندي مرحله قادمه عدني هالمرحله عدلي هالمرحله صحيح. ابي واحنا اقول كلنا ندري لا نقص على بعض ولا نقص على المشاهدين كلنا ندري ان كل اختيارات المنتخبات السابقه تكون من خيار الاتحاد صحيح والمدرب يجي من برا يقولوا له هذه التشكيله وهذه الاسامي ها لسته جاهزه لسته 26 لاعب انت تبي تروح تشوف لك لاعب اثنين يعجبوك خذهم ما عندنا مشكله بس هذه لسته مالتك والدليل على كان يا ملاعبين اصيبوا وقعدوا ببيوتهم ستة شهور يردون يروحون المنتخب وما لعبوا المدرب ما شافهم فاحنا لا نضحك على الناس هذه الخربطه هذه اللاعبين لا يلومون فيها لا نحط اللوم على اللاعبين لا يبقى اللاعبين ترى هم جنود عسكريين يو يؤدون الواجب من 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 قبل الاتحاد او من قبل المدرب اختارهم دشوا ملعب اوكي في ما نقول يعني ما اقول لك اخفاق في قصور من بعض اللاعبين عفوا نعم. يعني انت كراسكو الاختيار فرض عليه ولا اختياره لا اختياره يعني اختيار اللاعبين هذين اختياره اختيار ايه طبعا يعني لما جاء من برا ما قالوا ال 40 او لا لا حطوا له اسامي حطوا له اسامي هو حطوا له اسامي ايه. بس هم ما شافوا بعين الاعتبار الاسامي اللي تنفع حق هالمرحله والاسامي يعني اليوم في لاعبين احنا مو ضد اللاعبين الصغار بس احنا اليوم مو فتره اعداد احنا مو مرحله اعداد للمنتخب احنا اليوم مرحله انا داش بطوله او منافسه او تصفيات ابي اوصل يقال ان هذا الموجود في الدوري يعني ما في لاعبين افضل من الموجودين الا يمكن اسم واسمين ما راح يغيرون وايد ليش ايش منه ايش منه ابو عمر ايش منه هذا اللاعب لما تحط خمس محترفين لما تحط خمس محترفين انا اعتقد بعد جريمه لقاف بعد انا وجهه نظر شخصيه انا ما اعرف اطلع من دور المحلل زين ما اعرف العب دور المقدم يعني بعد جريمة لقاف الجريمة اللي وراها هي الخمس محترفين والإصرار عليها مثل ما راح يصير في الموسم القادم بروح حق دكتور محسن دكتور محسن أنا عندي لك سؤال عن الحراس بس أبي رأيك عن المباراة أمس أو عن اللاعبين بعد شوي رأيك عن سؤال خاص على موضوع الحراس شوف أول شيء مباراة أمس يعني ما في شيء أفضل من ذلك نقدر نقدمه في ظل تراكمات من المشاكل والتقصير والأخطاء في الفترة السابقة نعم لا حد يتعذر موضوع كورونا جميع الدول هذا وباء عالمي وجميع الدول قاعد تلعب تصفيات وتلعب دوري وتسوي معسكرات داخلية وضعها أسوأ بعد وضعها أسوأ نفس أنت ما تفضلت زين ولا لا فاليوم يا طول العمر أنت اليوم يعني أنا يعني بتكلم أريحية يعني اليوم إحنا بنتكلم كدوانية نعم يعني يا كبر هقوتكم يا هالكويت مع احترام يعني لا تفهم. والله يا كبر قوتكم يعني اليوم انتم ليش زعلانين يعني انا عن نفسي رياضي وابن الرياضه وكذا والله قاعد امس على المباراه وانا عارف النتيجه مسبق اصلا عارف النتيجه من اول ما توزعت المجموعات ان يعني اتوقع وله تنجيم ان من يتصدر المجموعه استراليا اي نعم صح ولا مو صح الفارق الكبير اللي بيننا وبينهم يطلعونا بالدربيل عدل اليوم انت والدليل كانوا يجون يشاركون بالصف الثاني لا مو هذا ابو عايش الموضوع يعني تخيل رحمة من الله ان استراليا صار لهم سنه وثمان اشهر ما لعبوا ولا مباراه يعني تخيل اول مباراه مش تجريبيه اساسيه مع منتخب الكويت واعطونا ثلاثه هذا لو معد ولاعب معسكر مسوي مباراه تجريبيه شو يسوي فينا وعلى فكره ترى امس ترى كلهم محترفين ماشي بالضبط محترفين انا ايش قاعد اقول لك محترفين في انجلترا يعني ادري براش ابو سالم انا المقصد احنا نفس ما قال خل انت تكلمت على الواقعيه نفس انا خطك اتكلم على واقعيه يا جماعه اليوم هذيلا محترفين في الدوري الانجليزي مدربهم على درجه من من يعني من يدرب مدربهم مدرب من افضل لاعبين العالم روح السي في ماله طيب. عدل معدل فانت اليوم احنا انا اكلمكم صراحه انا التشانس مالي مباراه الاردن انا اليوم طال عمرك من اول ما وضعت المجموعه انا اليوم تشانسي الوحيد اني اصعد ثاني زين واليوم كافضل ثاني واحتمال إيه ما توصل إيه؟ لا ابو سالم شوف ساعات ما اقول لك مصايب ان شاء الله هذه ما هي مصيبه امس فاز القطر على الهند تصدر مجموعته يعني تدري انت تنافس ان شاء الله على كم على مش افضل خمسة. اربعه خمسة. على افضل خمسه طيب فهمت انا طيب. عندي بس بس يعني انا عندي نقطه ان احنا من امس من بعد المباراه ومنتخب الكويت وناسين تماما المنتخب الاسترالي يا جماعه ترى المنتخب الاسترالي مو منتخب هين طبعا اكيد يعني احنا صحيح. اليوم احنا دائما قاعد نسولف والاداء يا جماعه انت قاعد تواري فريق وان كان غايب عن 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 المباريات الدوليه والتجمعات صحيح. لكن صحيح. فريق يمثل افضل لاعبين على مستوى القاره بس انا اقول لك شغله انا تدري شنو اللي اقوله اقول انا بعد 540 دقيقه معدل 6 مباريات تجريبيه هل يفترض هذا يكون أدائنا؟ وهل هذه مباريات تجريبية؟ أنت شفت المباريات التجريبية؟ لا لعب قدام السعودية. ما يخالف بس. لعب قدام العراق.
لا هذه منتخبات بس احسب الاهداف اللي صارت عليك اربع مباريات بخمس اهداف هذه نسبه كبيره مسالم. وبعدين نفس الشيء دكتور المقصد انت رد للمباريات شوف اول خمس مباريات تجريبيه من التشكيله ترى المباراه الوحيده تغيره ماليزيا الاخيره دخل اللي شفتهم امس فهمتني هل انت خمس مباريات كنت ضد راي محسن وراشد واحمد وكذا انك تمزج بين العناصر الخبره وجيت هذا وجيت اخر مباراه يعني انت مشيت على ضغط الشارع وليس هذا طيب. فانا اقول اليوم بس بعد اذنك بس انا اقول اليوم يا طول العمر احنا خلنا نكون واقعيين في طرحنا استراليا في جاب بيننا وبينه كبير حتى لو صار يعني حسن الطالع وفزنا ترى هذه يعني عرفت اللي دعاوي هل الكويت دعاوه الكويت او باي تشانس يعني بالحظ طيب طيب لا تقارن انتصارنا ايام فتحي كميل قبل وتجهيزاتنا بانتصاراتنا طبعا لا طبعا ما في نشوف معزوز في ناس تقول لك اوكي منتخب استراليا منتخب مميز محترفين بس انت كلاعب العب اد اللي عليك انت ايش رايك بس برد على هالسؤال بعدين يعني فضل. بس تسأل يعني فضل. شوف احنا يمكن مهما يكون خصمك الفريق اللي قدامك قوي وامكانياته زينه فنيا بدنيا بكل 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 حالاته لازم العب والباقي على رب العالمين هذا نعم. احنا من ترى كلنا لاعبين وعرفنا خسرنا نتائج ترى يمكن اكبر خسرنا من المانيا 7-0 بس نعم. قدمنا فالجمهور واعي انا بس بتكلم بشكل عام يمكن جمهورنا ما قال احمد يعني لا نضحك عليه لا مو سالفه تضحك عليه هو واعي وعارف وين الخلل المنظومه الاستراتيجيه هذه كلها موجوده وعارفينها الجماهير وعارفين وين في الخلل مستوى الدوري انا بتكلم على الاختيار الجهاز كامل الجهاز الفني كامل من وصل انا كنت قاعد بالحلقه هنا وتكلم شنو كانت قراءه المدرب بالمباراه الوديه كل مدرب يمسك فريق او يمسك منتخب له اسلوب وطريقه ويلعب على حسب امكانيات لاعبينه زين انا شنو طريقه لعبي انا ماني فاهم ليه منتخب الكويت شنو طريقه لعبه هل هي اغلاق منطقه ولعب على الكره المرتده هل استحواذ مو قاعد اشوف شيء عشان كذي طلعنا بهالسوء نعم. يعني وفوق هذا حتى اختياراته للاعبين ما كانت جيده صحيح. عبد الله الشمالي من افضل اللاعبين اللي لعبوا بهالموسم هذا ومحتاج لاعب نفس عبد الله الشمالي هم اثنين اللي عندنا الممتازين بالافتكاك بالقوه نقول اللاعب المزعج في خط الوسط نعم. سلطان العنزي زائد عبد الله الشمالي ولا واحد فيهم شارك في المباراه واحنا محتاجين لاعب نفس رضهاني حتى رضهاني يمكن الثلاثه بس يصيب رضا سلطان مصيب واصابه ورضا اصابه عندنا ما كل عبد الله الشمالي ما كان موجود فامور كثيره انا قراءه الفنيه حق المدرب ما كانت جيده طيب. بالاضافه حتى يعني حتى المباراه هذه احنا ما راح يمكن ما راح اكون قاسي على اللاعبين لان عندنا مباراه مقبله مهمه وهذا التركيز عليها لكن بشكل عام باللي شفناه المدرب اختياراته سيئه طريقه اللعب ما كانت واضحه قراءه حتى بالتبديلات شيء غريب يعني مباراه انت خسرت 3-0 تنزل محمد الهويدي لاعب صغير احمد الزنكي موجود على الدكه يعني ايش بدل مطوع تبديل فهد حمود تبديل بدل فهد حمود غريب فاشياء غريبه يعني واضح ان انت خطتك ما كانت على استراليا كانها مباراه اعداد حق الاردن بس زين حتى لو انها اعداد العب واقدم عشان 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 اروح مباراه الاردن وانا اكون على الاقل شوي الفريق مرتاح طب دائما منتخب الكويت الحقيقه لما يلعب سواء يفوز او يخسر يكون هو يعني ما هو محور اهتمام الشارع الرياضي وحتى الجميع الحقيقه يتمنى ان المنتخب يفوز انا في رسالتين الحقيقه عزيزين على يعني على قلب من اشخاص الحقيقه يعني لهم مكانه في الشارع الرياضي الكويتي ودي ان نتطرق لهم وموجههم للاعبين المنتخب تحديدا الرساله الاولى من الكابتن الكبير بطلال مساعد ندى اللي نتحمد له بالسلامه بعد نجاح العمليه في المانيا تشوفونها معايا الرساله يمكن واضحه في وسائل التواصل الاجتماعي انا باخذ منها طبعا الرساله طويله لكن باخذ منها فقره بركز بطلال على الجانب النفسي كاتب ان اقسم بالله العظيم اني حاسب مشاعركم باللحظه وانكم تشعرون بغصه وحرقه بالداخل لاني عشت اللحظات وهذه واحتاج في هالوقت نحتاج من يساندنا لكن تأكدوا ان الرجال امثالكم لا يظهر معدنهم الا في الظروف الصعبه انتم مزيج من لاعبين الخبره ومن لاعبين صغار الموهوبين اللي من وجهه نظري لهم مستقبل كبير واهتموا بانفسكم اكثر هذه الرساله طبعا فيها تفاصيل كثيره ايضا من اخونا مساعد ندى ابو طلال للاعبين الرساله الثانيه من اخونا والاخ العزيز مبارك الدوسري يمكن غير هذه الرساله مبارك يمكن عكس تماما كان موجه رساله فيها تحمل في طياتها نوع من العتب للاعبين
كاتب انه من ضمن الرسالة ان كل لاعب عليه ان يحاسب نفسه. عندكم مباراة مهمة مع الأردن يوم الجمعة، الفوز فيها مطلوب، ما يمنع انكم تستذبحون. في السابق كنا دائم نوقف ونساندكم ونجد لكم الأعذار، لكن تظهرون بهالشكل. يعني هو طبعا متعجب ان شلون ظهروا اللاعبين بهذا الشكل. هذه التصفيات ما تجي الا كل 4 سنوات وصارنا فترة غايبين عنها. فبين مسالم عتب وبين تشجيع، اتوقع هذا حال الشارع الرياضي كله، وخصوصا ان عندنا مباراة تفصلنا عن يمكن 7 ايام الان في مباراة الاردن. انت وين تروح، صوب العتب ولا التشجيع خلال الفترة هذه؟ لا احنا طبعا احنا نأيد المنتخب وان شاء الله يعوض اللي حصل مع الاستراليا، لكن احنا نتكلم بواقعية، نتكلم بشنو اللي تشوفه عيوننا. لما يظهر المنتخب بهذه الطريقة معناتها في خلل كبير بالفريق. في خلل صحيح. لا يمكن انك تعدله خلال 10 ايام. هالامور هذه ما تصير. ترى هذه كره قدم، ما هي دراسه تدرسها والله انا احضر نفسي يومين ادرس لا هذه مجموعه تلعب داخل الملعب. ابو سالم بس مقطع كلام خير، شفت تصريح المدرب شنو قال؟ يلا تصريح المدرب، يعني هذا راح يعني يبين لك الامور اكثر. اي نعم، ان نحمل الخساره سلام عبد الغفور ومدافعين. صحيح، يعني مدرب بهالوضع هذا يحمل ابو عزوز. خلينا اقول لك شغله، هذه انت مدرب وما مالك. هذه مشكلتنا ان احنا حتى اختياراتنا الاتحاد الكويتي يختار مدربين ما عاصروا او ما يعني دربوا فرق. هذا المدرب كان في اسبانيا بالمراحل السنيه، لكن احنا هذه مشكلتنا. جوزاك نفس السالفه، نفس القصه بالضبط. رجل محاضر ينزل. انا عارف ان جايبين حق الاولمبي، يعني انت لو مو فشل جوزاك كان هذا ما صعد فريق اول. ما عليه، اي اقول لك يعني انت معاك على نفس الخط. خذيته حق الاولمبي مو معناته انك تصعد الفريق الاول. اي هذا خطا. اي لكن انا اقول لك الاختيار دكتور لازم يعني تكون عندك فراسه يا اخي. مدرب ما عنده اي خبرات داخل الفريق الأول. ترى المدرب اللي قاعد له سنة واحدة ولا سنتين مع الفريق الأول عن 20 سنة تحت. صح. انت قاعد تتعامل مع ناس لا ومنتخب مو فرق عادية. فمشكلة كبيرة يا أبو عزوز ان احنا عندنا اختياراتنا دائما سيئة، ودائما نحط اللاعبين تحت الضغط. نعم. يعني الحين ندش دورة الخليج، زين، ثامر كابتن ثامر أبو عذبي قبل اسبوع 10 ايام مسك الله ما عندنا زين، وينكم انتم؟ ما تدرون عن دوره الخليج متى؟ الحين دشينا كاس العالم، المدرب هذا شب صار له 4 شهور تقريبا 4 شهور او 5 شهور، وينكم؟ وكل سنه نفس القصه. عشان كذي ابو سالم انا دائما اقول ان اللوم الاساسي يقع على من لا يقف خلف هذا المنظور. عندنا قصور اداري، خلنا نكون واقعيين. عايشه انقلنا الان يعني في وضع اللاعبين داخل المعسكر. اتوقع ان صحيح مثل ما قال ابو سالم الجانب الفني والجهاز الفني الحقيقه ما يعتمد عليه. اللاعبين الخبره، القياده داخل المنتخب، شنو دورهم في هذا الوقت؟ طبعا اللاعبين الخبره واللاعبين القياده ناخذها من رساله اخوي مساعد ندى. انت اكيد عشت مثل هذا طبعا الجو. يعني شوف كلام مساعد، يعني يمكن انا ما اميل حق كلام مبارك، انا اميل حق كلام مساعد امانه. هو كلام في محله في توقيته، يعني وهذا اللاعبين هالفترة محتاجين. احنا في ايام كثيره مرينا بهالظروف، مرينا باخفاقات، ضغوطات الشارع الرياضي، ضغوطات الاعلام، لكن اليوم اللاعبين هم المحتاجين، مو محتاجين هذا الضغط. اليوم اللاعبين محتاجين من يوقف معاهم، تشجيع من 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 يطلعهم. يعني لا تتوقع اليوم اذا احنا كلنا الاربعه زعلانين 100% وهم زعلانين 1,000,000%، ترى اللاعبين زعلانين اكثر منا واكثر من الشارع ومن الجماهير، لان اليوم هم اللي في الصوره ما ينامون. والله بالضبط والله يعني نوم ما ينام. يعني احنا كنا بعد المباراه لما نمر في خساره او نمر في مشكله، صدقني مثل ما يقول مسالم ما ننام. والله يلومهم صراحه. ولا تتوقعون يعني ان اللاعبين بيخسرون المباراه بيطلعون المباراه بيعيشون حياتهم طبيعيه، لا ابدا. اللاعبين عارفين قدر المسؤوليه وعارفين ان هم في عنق الزجاجه وعارفين الوضع اللي محطوطين عليه. وكلام بطلاء 100% صحيح. اليوم
انتوا ان شاء الله باذن الله انتوا تشدون من ازر بعضكم انتوا تغيرون الصوره واحنا كلنا ثقه بفهد الانصاري احمد الضفيري سلمان عبد الغفور اللاعبين الكبار فهد حمود بدر المطوع نعم يعني هذول اللاعبين الكبار حتى فهد عوض طبعا علي محمود كاداري ثاني يعني كل يوم هذه المجموعه هي قادره باذن الله ان شاء الله قادرين انهم بتكاتفهم مجهودهم خبرتهم واحنا وراهم باذن وياهم عليناهم. انا بروح تصريح المدرب خصوصا فيما يتعلق بالحارس بس بطلع من كلام ابو عائشه في الزميل العزيز مهند يوسف اللي هو مايك مبلتنا عنده تصريح جميل يسمي بعض الاشخاص يسميهم جنرالات الفوز اللي ما يظهرون الا وقت الفوز. صحيح. اليوم احنا محتاجينهم اليوم اللاعبين محتاجين من يقف معاهم ومن يشد بازرهم ومن يوقف معاهم لكن لما يطلع تصريح للمدرب يلقي اللوم على الكرات الثابته شوف هو قال شغلتين فيها تناقض قال انا درست المنتخب الاسترالي ومع ذلك قبل المباراه بعد المباراه يقول الاخطاء صارت من الحارس ومن الدفاع. دكتور محسن انت كونك حارس طبعا كل التحيه للبطل سليمان عبد الغفور اللي هو انا اعتقد انه هو احد نقاط القوه في منتخب الكويت وما يلام يمكن ما توفق في كره او كرتين بس ما يلام في 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 شال اكثر منهم وشال اكثر منهم نعم لكن لما 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 يطلع تصريح في مثل هذا التصريح حق من المدرب وجه اللوم مباشره الى الحارس انت ايش رايك دكتور؟ والله شوف انا اقول لك شغله صراحه ما في مدرب محترف بروفيشنال يتكلم بالطريقه هذه. هذا اخوي راشد موجود اخوان لاعبين زي ولا لا احنا لاعبين عمره بيوم من الايام في مؤتمر صحفي صار بعد المباراة وحمل المدرب راشد دايح قال والله الخطأ من فلان قال نعم هناك سوء تخطيط سوء تغطية سوء كذا أنا أتحمل كذا بس أنت اليوم تتكلم في وجهة نظري على حارس مرمى بالنسبة لنا من أفضل الحراس في الدوري الكويتي زين هذا خطأ أنا كحارس لو يتكلم عني المدرب بالصورة هذه أنا بالنسبة لي أكون مهزوز المباراة الجاية طبعا مهزوز 100% تدري شنو؟ عين على الكره وعين على المدرب صحيح صراحه يعني ممكن انا اقول يا رب اخاف تفلت الكره مني يشيلني يغيرني افقد مكاني يعني هذا اللعب اللعبيه ترى اقول لك احتمال كبير ما يلعب اللعبيه سلمان عبد الغفور ما وصل بالساهل هناك في مستويات متقاربه شنو الفائده من الكلام بعد المباراه اي نعم انا اخسر مباراه ولا اخسر لاعب قيمه سليمان عبد الغفور يعني انت كمدرب لا شنو انا استفدت لما اقول سليمان اخطا كحارس والدفاع والله اخطا وفلان اخطا شنو انا استفدت بالعكس انا انا نسفت الفريق كله انا اتوقع يبي يهرب من المسؤوليه انت شنو شغلك اربعة اشهر ولا شيء هذا واحد الشيء الثاني يا طول العمر انت حملت سليمان عبد الغفور والدفاع زي ما الدفاع انت اللي مختارهم صحيح. وانت اللي معلمهم صح صحيح. وانت اللي قايل له سكر ولما يطلع مثلا فهد حمود وراه خالد ابراهيم انت المدرب نعم. عدل معدل يعني انت اذا بيوم من الايام خطا وبعدين اقول شغله صراحه انت اذا بتتكلم وتحمل لاعبين وتحمل غيره انا امس 90 دقيقه ما شفت كره قدم وين انجازك كمدرب وين الفنيات فيك كمدرب؟ هل انت شفت هجمه منظمه؟ هل انت شفت ان النص يدش والباك من وراه ويرفع وكذا؟ ما شفنا شيء. شفنا اجتهادات فرديه، كره شبيب اللي قطها الفنيني وفواز اللي شاط هذا اللي شفناه بس. فرج تتوقع في تغيير المباراه القادمه بالعناصر ومن الجانب المعنوي للمنتخب؟ اتوقع اي نعم لازم يكون في تغيير يعني مو معقول راح تلعب بنفس الاسلوب ونفس الطريقه او حتى نفس اللاعبين اكيد راح يصير تغيير بس ما اعتقد انه تغيير كبير يعني راح يكون بحدود يمكن اربع او خمس لاعبين اللي 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 ممكن يكسبون في هذا الماتش لان هذا المحك الرئيسي وتحتاج فيها اعتقد انه مو بس فوز ترى تحتاج ايضا اهداف ترى يعني لا الاهداف بالنسبه لنا اوكي لا على انت معلق مع الأردن تحتاج أكثر من هدف لا 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 مو بس فوز عليه خلاص بس فوز إيه إيه فأكيد راح يكون شنو عنده أكيد راح يغير لأنه ما راح يلعب نفس الطريقة هذه راح يحتاج لاعب ثاني بس أنا بس بضيف شغلة سريعة يمكن يعني من الأشياء اللي يخلي حتى اللاعب نفسيا يتغير لما يشوف المدرب يقط الحمل كله على نفسه على نفسه نعم هني راح يشوف ردة فعل من اللاعب راح يعرف إن فعل المدرب شال عني ضغوطات كبيرة وحمل نفسه المسؤولية هني راح تشوف اللاعب عزوز عفوا ترى الكويت 10 في 6 لقاءات مباريات باقي المباراتين 10 والأردن
10 بخمس مباريات. يعني الأردن راح يلعب يوم الاثنين أعتقد راح يفوز راح يطوفنا بثلاث نقاط. إحنا راح نلعب وياه، إحنا نبي الفوز طبعا. نتمنى طبعا ارجع لك فرج، نتمنى توفيق حق مدربنا الوطني عبد الله الشلاحي في مباراة نيبال. اي بس ويانا لا هو بس خلي شد حيله مع هو طبعا احنا عندنا مباراة مع الصين تايبي، ومثل ما قلت امس اخونا عبد الله الشلاحي فخر للكويت وان شاء الله توفق قدام الاردن. انا بشكل سريع بس ما نفس ما تفضل احمد، الحين المسؤوليه راح تصير كبيره على الجهاز الاداري، اخوي فهد عوض وابراهيم شاب وعلي محمود، هذا الحين هذا وقتهم هنا يبين الاداري شلون تطلع اللاعب من هالضغوطات من هالمباراه هذه، لان ممكن المباراه هاي تاثر عليه بشكل كبير وانت داخل على مباراه مهمه. هذا يبقى دورهم شلون يطلعونه. بالسابق يمكن مر علينا اداريين على مستوى عالي عرفوا شلون يطلعونه من الاجواء هذه، كلنا مرة بالخسائر حتى 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 اسامه حسين يعني فتره كان اداري عندنا يطلعنا من الاجواء، نقعد نجتمع بروحنا، ممكن نطلع نروح سينما، المهم انه ما اكون محاط بالخساره هذه. فهذا دور الجهاز الاداري. انا تشرفت اللي شفت كنت امام تجربه شفتها مع المنتخب في كاس الخليج 98 في البحرين. نعم. خسرنا اول مباراه مع المملكه العربيه السعوديه. صحيح. واتخذ ما شاء الله ترى قرار يعني بدون ما يطلع ويصرح ويلوم خالد الفضلي، اتخذ لعب احمد جاسم وكان في عمل اداري اذكره فرج، واذكر مباراه البحرين والمباريات اللي وراها وخذينا البطولة. هذا لم يكن حتى ترى البطولة اللي قبلها بعد. صحيح. بعمر خليج 13 كان فلاح الأساسي. صحيح. بعد الخسارة خذ قرار شال فلاح وحط خالد وخالد تألق. نعم. صحيح. وفلاح أيضا بعدين في كأس آسيا. نعم. اللي صارت في الإمارات. هذه نعم. هذه التجارب الإدارية احنا عندنا. بس ثاني تفضل. اليوم لما تتكلم على 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 المدرب ويحمل هذا زين، أنت راشد مدرب، أنتوا بيوم الأيام لعبتوا، منو اللي اذا فاول اربعه يسمي اللاعبين؟ مدرب اثنين خطه عدل طبعا. صحيح. وثلاث لاعبين المدرب طبعا. زين انت يا مدرب يا اسباني يا محترم، انا قولشي تحط لي مبارك الفنيني طرف بالفاول اللي دش علينا فوق الفنيني الكرة. شون يعني انت صحيح. يفترض صحيح. انا احط اطول لاعبين بالفريق لا وشنو يوقف على اصابعه عشان يرتغي. شون انت تلوم سليمان وانت بالكورنر فلان يفترض تقول والله فهد الانصاري مع فلان مع رقم خمسة مع رقم ستة مع انت شايف مباريات عدل، شايف مباراة استراليا وتدري ان العنصر المهم في المنتخب الاسترالي خلص مبارياته بالكرة الثابتة. بس شلون انت يعني المدرب يقول انا شايف ودارس الفريق وهو صار له سنة يقول شايف نقاط القوة والضعف. الفريق صار له سنة وكم؟ وثمان اشهر ما لعب مباراة، شاف مباراتنا وياهم الاولى اللي خسرناها. مثلا اقول شغله انت اليوم تنابل. شوف اي مباراه يعني قريبه لهم. انا المقصد يمكن يذكر احمد كرو احنا انا اقول لك انا اقول شيء بالخطه يقول يا شباب لا ينادي محسن محمد بنيان ناصر بنيان راشد ديك اعطوا الناس بالفريق وقفوا اذا حيط اربعه اذا خمسه زيد فلان اذا شوي قدام ثلاثه فلان. مدرب اليوم تحمل سماع المغفور شو النفسيه هذه. احنا طبعا عندنا مشاركات في ناس كثير الحقيقه ودها تشارك ويانا، لكن ناخذ هذا الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله راح يكون عندنا مشاركات مع جمهورنا. خلكم معانا ناخذ الفاصل ونرجع لكم ان شاء الله. رجعنا لكم من جديد. قبل ما ناخذ اتصالات الحقيقه في تهنئه لخبر كذي يعني من الاخبار الجميله دائما رماتنا الحقيقه يعني يجملوننا الحقيقه في انجازاتهم. ابارك حق اخوي البطل الاولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي حصوله على الميداليه البرونزيه في البطوله العربيه وايضا حصوله على الميداليه البرونزيه في البطولة الجائزة الكبرى، وأيضا البطل منصور طرقي الرشيدي على الميدالية الفضية في بطولة الجراند بري. احنا ما نرضى من عيال طرقي الرشيدي إلا الذهب ان شاء الله. فالكم الذهب ان شاء الله. دائما هم اهل الذهب. اي نعم فالكم الذهب ان شاء الله. اقول عشان رشيدي ها. اي نعم يستاهلون والله والنعم. ندخل مع مشاركات الجمهور اللي ان شاء الله تكون تشكل اضافه للبرنامج. نبدا باخوي عبد المحسن. تفضل اخوي صباحك الله بالخير. مساء
أو بخير أبو عمر. حياك الله. سلم على الأخوان الموجودين. حياك أبو عمر. الفريق أنا الحين عملنا بالأردن. الأردن قبل أقل من أسبوع كان مغلوب 5-1 عدل ولا لا؟ نعم من الإمارات. أي من الإمارات. هل المدرب هو قال يحط التشكيلة يا أخي تلعب بالشباب العبهم وجربهم دورة الخليج مو تجربهم حق تصفيات آسيا وكأس العالم العب بنص العب بنص من من المنتخب القديم من الخبرة ولعب نص شباب الحين أنت واقف مستقبل الكويت كله من 82 للحين على مباراة واحدة لازم فوز عدل ولا لا؟ صحيح صحيح ويعطيكم العافية. الله يعافيك الله يعافيك. مشكور أخوي عبد المحسن. ويعني مثل ما قلنا احنا مباراة الأردن الحقيقة مباراة مصيرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ونتمنى طبعا أكيد كنا نتمنى الجمهور الكويتي حضر، لكن يعني إن شاء الله الشباب فيهم البركة ويحققون الفوز. ناخذ نشأة. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور وصبح ضيفكم جميعا. حياك الله أخوي. طبعا نقول هاردك حق منتخب الكويت مباراة ضافت، بس لازم يعني في حقائق نقتنع فيها. اللاعبين الكويت هو واللاعبين المحترفين طبعا في مجال تعاتبهم. مدرب الآن أنا السنين هذه الأربع سنين الأخيرة أو خمس سنين الأخيرة من أيام ما كان النشاط موقوف كنا نقول خلي المدرب المواطن إنه يعني يصير قرارنا المدربين هم اللي يستلمون الأندية يعني إجبار يعني ومعاشات لا تقل عن 2000-3000 ريال. أنا بعرف شنو الفرق بين المدرب الحين الأجنبي اللي مسك مع الأندية ومع المنتخب ومع المدربين الوطنيين. أنا اللي قاعد أشوفه خلال 5 سنوات لو بتسوي حسبة ودراسة المدرب الوطني يطلع أفضل. يعني حتى يعني نفسيا اللاعبين يرتاحون حق المدرب الوطني. يعني ترى ما سوى الفرق الكبيرة. بالنسبة حق معاشة حبيبنا طبعا اللاعب المميز يعني طبعا كنا نحبه. نادي العربي أخذ الدوري صح، بس ما له علاقة أن والله يعني الوضع الرياضي يتحسن وكذا، لأن معظم اللاعبين اللي كانوا سبب في الفوز محترفين. يعني 5 لاعبين على مستوى جيد، لكن الشيء الأساسي أو المهم في الموضوع أن العربي أخذ البطولة جهد الكابتن علي العاشور واختياراتهم للمحترفين وطريقه عزل الفريق عن الامور يعني بعيد عن اللعب. شكراً. شكرا اخوي نشأت وكرر المباركه حق اخواننا في النادي العربي. روحك خالد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. صبحكم الله بالخير وعلى الحضور الكرام وعلى الكابتن احمد موسى. حبيبي حياك الله الله يسلمك. وقاك الله احب ابارك للنادي العربي فوز بالدوري ونادي الهلال. استاهلون. سلام الطيب. وعندي مشاركة بالنيابة عن عمي شاهر أبو مزيد، إهداء أبيات مهداة إلى أحمد موسى ونادي العربي ونادي الهلال. الله يسلمك. تفضل. من فضلك. هذه الأبيات مهداة إلى الكابتن أحمد موسى ويستاهل أكثر. الله يعزك الله يسلمك. أقول بعد اعتزالك كلنا فاقدينك، يا ما تمتعنا بلعبك وفنك، الصيت والإبداع جبت بيمينك، معروف من يومك ومن صغر سنك أحمد ولد موسى، وتسلم يدينك على العطاء والجهد ما حسن ظنك. صح لسانك صح لسانك يا أخو. وصغر سنة ترى كان بالقادسية. أي والله. وعندي أبيات النادي العربي. يلا عطنا إياها قبل ما نختم معك. أقول زعيمنا الأخضر رقى للمنصات، نفخر بتاريخك ونبقى نحبك، حنا تعودنا على الانتصارات، غلطان منه خاصمك او يسبك. واختامها الابيات بنادي الهلال. استهلون. لو عذر ابو نادي الهلال السعودي يبقى بطل معروف في كل ديره، عام ورا عام يزيد الصعودي، يكفي تهاب الفرقه الكبيره وسلامتكم. صح لسانك صح لسانك. ويستاهلون الهلال، يستاهل العربي ويستاهل اخونا ابو عايشه. روح حق اخوي العزيز عبد اللطيف الدوسري ابو احمد. صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير انت والكباتن يا ابو عمر. حياك الله حياك الله ابو احمد. اول شيء انت الحزن نايم يفترض.
لا لا ما مالك شغل عندي عندي الموضوع. ونبي منك قصيده حق القادسيه بعدين اعرفك شاعر جزل. اي هين. تفضل المهم. تفضل ابو احمد. اول شيء انا سؤالي حق كلهم لاعبين اللي عندك. نعم. اكو مره مدرب عالجكم عاطفيا؟ كراسكو. هذا تصريح المدرب اليوم. نعم كراسكو تصريحه غريب عجيب صراحه. انا اتمنى تعلقون على هالنقطه ان شاء الله. هذا رقم واحد. رقم اثنين ابو عمر اللي نعرفه وهم الكباتن يعرفونه ان في الاتحادات السابقه واللي طافت اذا صارت خساره او اخفاق يطلع احد من الجهاز الاداري احد من اعضاء مجلس الاداره رئيس الاتحاد يقول انا اتحمل المسؤوليه. هذا الحين الشيء مو موجود. الاتحاد من امس لليوم ما فيهم واحد رفع برطم عن برطم بالتلفزيون ولا طلع ولا يعني طلع قال الاسباب قالنا ان شاء الله نطرونا بنصير احسن. هذا الوضع كله مو موجود. نعم. انا الحين اروح وياكم ابعد اهم شغله انتم ما حد قالها. انا اتمنى ان الاتحاد كلهم من الشيخ احمد اليوسف له كل التقدير والاحترام الى اصغر واحد بالاتحاد لجان كلها العاملين حتى الاداريين اللي مو كويتيين كلهم هذول المفروض يمشون يقدمون استقالات. اللي صار امس شيء مو طبيعي. هذا يقول انا دارس استراليا. دارس استراليا كذي مو الوضع مزري صراحه. بعدين اكو شغله ما ادري يمكن الدكتور ممكن يكون اقرب انه يرد علي في النقطه هذه. دكتور انا ادري ان الوزير كلنا ندري ان الوزير شباب وقاعد يجتهد بالاعلام وشفنا بصمته واضحه في الفتره القصيره اللي مسكها وهو ايضا وزير الشباب. نعم. انا من وجهه نظري انه يقدر باتفاقه مع الهيئه انه يكون عنده ضغط مالي على الاتحاد على الناس هذه اللي قاعده تدش الاتحاد قاعد يدفعون فلوس ملايين. الحكومه قاعد تحط ملايين كل سنه وين قاعده تروح؟ اخر شيء على مدرب. نعم. تصريحه يقول عالج اللاعبين عاطفيا. شنو يعني بتزوجهم مره ثانيه اللي متزوجين اللاعبين وبتزوج ولا بتزوج العزابين؟ شنو يعني عاطفيا؟ عندي نقطه اخيره. عندي نقطه اختم اخيره اختم فيها ابو احمد بسرعه. الله يخليك اختم فيها. بعد الله اذا في احد بيفيدنا ونتاهل ان شاء الله عبد الله الشلاحي مشكورين ان شاء الله. نتمنى له التوفيق طبعا اخونا عبد الله الشلاحي. ناخذ اخونا محمد. صبحك الله بالخير يا ابو عمر. حياك الله. حياك الله يا محمد. اصبح عليك واصبح على ضيوفك. هلا بالكندري. هلا اخوي محمد حياك الله. طويل العمر مخلص الكلام. اذا عندك اتحاد سني يضبط الانديه وكلهم على مسطره واحده براي طبعا ضيوفك يقولون عن كلامي هل انا صحيح ولا انا مخطئ ولا انا مخطئ عدوا لي. طويل العمر اذا الاتحاد عندك هل 15 نادي او 20 نادي كلهم على مسطره واحده يطلع لك المنتخب صح ويلعب صح. لا تقول لي زعيم ولا تقول لي ملكي ولا تقول لي عميد ولا غيره وغيره. حبيبي العب حق مصلحة الكويت. أسس فريق صح. والله العظيم إن الاتحاد ما يدري ايش قاعد يصير بس مجرد موجود بعدالية ولا يعرف شنو يدير ولا يعرف شنو يسوي. احنا كل سنة بانحدار وبانحدار وبانحدار. خل 15 فريق على مسطره واحده وعاملهم معامله واحده. اسس لك منتخب صح ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا محمد. انت صح بس في نقطه والله تكفو عمر نقطه اخر بشكل سريع. الله يخليك بشكل سريع. تدري ان الصحف الاستراليه وغيره مو شيمات الغاتفيه يقولون هذيلا عندهم كره قدم ولا ما عندهم على اللعب اللي يلعبوه. والله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس القادسيه شنو علاقتها بالموضوع؟ قصدك المنتخب الكويتي يعني. عيد صباحك الله بالخير يا عيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباحك الله بالخير يا ابو عمر. يا حياك الله. الاخوان الحاضرين في الاستديو. حياك الله. حياك الله. المشاكل يا اخوي ابو عمر هي نفسها المشاكل اللي قبل اكثر من 20 سنه. نعم. لا من ناحيه مدربين ولا من ناحيه اللاعبين ولا من ناحيه هي نفسها ولا في اي حلول. المشكله لا هي في مدرب ولا هي في لاعبين. المشكله في المنظومه الرياضيه من اعلى الهرم الى اسفله. اذا انت تبي تنشئ منتخبات قويه تنافس لازم انك تاسس تحت اللي هي المنتخبات السنيه ويكون عندك الصبر والنفس الطويل. صحيح.
من ناحية المدرب للأسف أن الاتحاد الكويتي سواء هذا أو السابقين يجيب مدربين يتعلمون على إيدينا حنا أو يتدربون على إيدينا حنا، يخلونا حنا حق التجارب لهم. المنتخب الكويتي عمره ما كان بالطريقة هذه نجون مدربين، أنا ما أسميهم محترف، أسميهم هواه، ويجرب علينا حنا كلامها وخطط مثل المدرب الحالي أو اللي قبله أو اللي قبله. صحيح صحيح. مشكور أخوي عيد، مشكور على المشاركة. آخر اتصال أخوي حسين. صبحك الله العافية. الله يا أخوي أبو عمر يعطيكم العافية. أنا أتمنى الشباب ينسون سالفة المباراة اللي صارت بأستراليا، خلنا إن شاء الله نتفائل، رح نوصل رح نوصل إن شاء الله، وأبارك لكم من الحين رح نوصل إن شاء الله. بس في ملاحظة بسيطة على حارسنا سليمان عبد الغفور، يا ليت شوي يطلع من خط المرمى دائما، حتى مباريات العربي وحتى المباريات اللي يلعبها سليمان حارس مرمى جيد جدا كل شيء، لكن انتقادنا له انه خليه يطلع من برا الخط اللي هو دائما بالمرمى، يعني اي كره مش راح تشوف الجول. انا حارس مرمى من زمان، حارس مرمى المرحوم سمير سعيد كان يطلع على خط 18 يشارك الجوتي، لازم يشارك المهاجمين الثانيين، حتى لو حاشوه راح يحاول على المهاجم. صحيح. لكن على خط الجول اي كره بتحوشه بتدش جول، ما عنده مجال، المرمى راح يكون سيء عليه. يا ليت سليمان كنصيحة اطلع من جولك، مو مشكلة شارك، لاحظ جولي على بالدوري أو أي مباريات كله دائما هو على خط الجول. يا ليت يعني يطلع إن شاء الله، يا ليت يطلع لأنه حارس جيد، بس هذا عيبه الوحيد، وإن شاء الله حنا طالعين طالعين إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا أختلف معك، سليمان مو حارس جيد، سليمان حارس فوق الممتاز. ممتاز. إذا حابين نرد على بعض الملاحظات أبو سالم، أنا أتفق وياك العجل على موضوع التأسيس. هنا عيد العجل. شوف هو قال كلام يعني حقيقة، يعني كلام طيب حيل. أنت بتعد منتخب، يعني المفروض إحنا لما نسأل الاتحاد الكويتي الآن نقول له إيش سويت حق المراحل السنية، لكن ممكن يقول لك الحين فترة ما في مراحل سنية أساساً بالأندية، وهذا ما يلام عليها، وهذا وضع لكل الدول. لكن احنا الحين نتكلم عن الغادم. الغادم يا جماعة، يا اتحاد كويتي اهتم بالمراحل السنية، خل الفريق الاول اللي موجود الحين خلاص، يعني هذا شيء ما نقدر احنا نغيره، ما تقدر لا انت ولا احنا نغيره بيوم وليلة. انت محتاج وقت طويل عليك الاهتمام بالمراحل السنية. انا عارف الان ما في مراحل سنية موجودة. صحيح. لكن في المستقبل اذا افتحت وردت الحياة الطبيعية ان شاء الله، ان شاء الله يجب الاهتمام بالمراحل السنية. لا تقول يا ابني فريق، البناء يكون من تحت. بس شوف انا بس عندي تعليق على ابو سالم، يعني احنا صح كلامك، هو الاهتمام هذا شيء طبيعي بالمراحل السنيه، لكن احنا الاهتمام وين يكون؟ بالمنتخب، الاهتمام بالمنافسه بالبطولات. زين انت اليوم ليش بالبطولات؟ يعني بالانديه بالبطوله، يعني بالدوري بالكاس. متى ما كانت التنافس قوي يرتفع يرتقي اللاعب. احنا اليوم ما عندنا تنافس، الكويت والقادسيه 10 سنين هم بس يتنافسون، فشيء طبيعي ما راح مخرجات ما في، شيء طبيعي مواهب ما في. هذا احنا قبل على ايامنا القادسيه الكويت السالميه الساحل النصر الفيحيل عدل ولا تلعب هالمرحله هذه مو سهل زين. فكانت احنا قبل منتخباتنا المراحل السنيه تشوف من كل انديه وكل لاعب ما سالت نفسك ليش ما تمنع. انت الحين قلتها كلمه صحيحه، انا وياك متفق كلام كله صح، لكن ليش الحين القادسيه والكويت؟ لانه الان عادي قدره نادي القادسيه قدره نادي الكويت انه ياخذون اي لاعب صغير من المراحل السنيه، لكن انت توقف الانتقالات راح يعني يصير عندك فرق ما لازم موجودة. استسلم ابو سالم حق هالمنظومه هذه وتم تعديلها. من امس بس انا رد على متصل بس بيلك فرج، بس من امس وانا اسمع انتقاد للكابتن الكبير سليمان عبد الغفور والمطالبه انه في المباراه القادمه. طبعا انا بالنسبه لي اثنينهم عينين في راس واحده، خالد رشيدي سليمان عبد الغفور، اثنين يمثلون الازرق. محسن انت رايك في المباراه القادمه واداء سليمان خلال المباراه؟ شوف اداء، شوف اول شيء سليمان يعني نفس ما قال اخوي راشد، الضغط يعني يولد الانفجار او يكسر الحديد. يعني امس اداء سليمان، شوف كم كره شالها سليمان. نعم صحيح. نعم قد يكون مثلا انا برايي انه اخطا في الهدف الثالث، ولكن هذا لا يعني ان الخطا كله يتحمل سليمان. طبعا عدل وعند، بس انت اليوم هي كشعور حارس مرمى مشكله كبيره لما انت تخليني العب وفجاه تصرح مؤتمر صحفي وتشيني.
كأن مصيبة هذه، كأنك أنت اللوم كله عليه، اللوم كله على راسي. يعني أنا شو بقول حق الجمهور، شو بقول حق نفسي، حق صورتي، شنو تفكيري، ممكن أخسر لاعب، إيه ممكن أخسر لاعب، يهتز. أنا بقول شغلة يهتز. إحنا بيوم الأيام ممكن لعبنا وفي كان منافسة بيني وبين أخوي الكبير فيصل الشعلان. ساعات فيصل ما شاء الله عليه كان يلعب أساسي وأنا ألعب فترة، فلما ألعب الفترة شنو أفكر؟ أقول أخاف إني غلط فيصل يأخذ مكاني. فهذه عملية تنافسية بين خالد الرشيدي وبين سليمان، هذه تثري المنتخب. بعدين إحنا ما عندنا مشكلة، وحتى حسين كنكوني والإخوان الحراس الثانيين كلهم، وش اسمه ولدكم اللي راح التضامن، حتى بعد حبيب حميد القلاف. إيه قاعد أقول لك، أنت اليوم تصريح اللي صرحتك مدرب على الدفاع وعلى حارة مرمى، والله أتمنى يفترض أنت اللي موجود، لا إيه موجودين في 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 الاتحاد أنهم يحاسبون. بس بعمر رزق بسيط، اليوم أنا من أمس إلى اليوم قاعد يتكلمون عن 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 بعد خسارة الأردن يفترض الاتحاد يقدم استقالته، هذا حق. يفترض أنت اليوم لما أنت تخفق في بطولة مهمة مثل كأس العالم، صحيح، تقدم استقالتك، تقدم استقالتك ويترك الأمر حق الجمعية. صارت دكتور روح حق بعزوز. أنا بشكل سريع عن حراسة المرمى، ترى الحارس يعني يدري الدكتور، ترى حالة ثانية، يعني كثر ما أنت تتصدى لما تشوف فريقك نفسه مو قاعد يسجل ولا مو قاعد يعطي، ترى الرتم عندك راح ينزل. نعم. هذا أمر طبيعي، فعشان شيء ما نقط لهم على أسهم. بس ردي على المتصل، أيوة، لما قال بالسابق كان في أحد يصرح أو يتكلم بعد الخسارة، لازم يكون في أحد يتكلم. نعم. يصرح هما، لأن ليش أنا وجهة نظري ليش ما حد قاعد يتكلم؟ لأن المحك الأساسي هو الأردن، فمو مو مو تفكير باستراليا. فبعد لعبة الأردن هني راح تشوف ممكن أحد يتكلم، ما حد يصرح، لكن التفكير الأساسي إن شاء الله التصريح يكون بالفوز. يا جماعة ترى أنا في عندنا تقريرين بس ثواني. أبو عمر أنت ملاحظ وأبي أنا محسن، يعني إذا عنده رأي، الحراس المرمى الآن إحنا عندنا حراس مرمى مميزين، ما شاء الله عليه، سليمان، خالد، سكندروني، حميد القلاف، كلهم مميزين. لكن شوف أعمارهم، شوف أعمارهم، أعمار كبيرة ترى، 30 وفوق، 30 وفوق، هو ما عندنا أصغر. خل بس بوصل لك الآن، أنا إحنا خلنا نتكلم على الصغار اللي موجودين، ترى ما عندنا حراس مميزين. أعتقد يمكن سعود الجنائي، سعود الجنائي زين، إيه سعود أوكي، لا في حارس ولد فهد عبد الرحمن، حارس عبد الرحمن كميل، إيه بس ما عندنا جوالتشي نفس يعني بروز اللاعبين. في عندنا تقريرين سريعين، واحد طبعا من العزيز عبد العزيز العطية، والآخر من شخص لعبت أنت وياه في المراحل السنية أو في النادي العربي، اللاعب طارق العلبان. نعم. نشوف هذا التقرير ونرجع نعلق عليه. جيتني للحالة هذه من 2016، وقعدت بالمستشفى الكويت شهر ونص، بعدين سويت لجنة ورفضوني، بعدين أنا طلعت عقب 10 أيام سافرت ألمانيا على حساب الوالد، الوالد هو جزاه الله خير دفع لي الفلوس. وسافرت ألمانيا قعدت هناك 2 شهر وكانت تكلفة عالية. بعدين رجعنا للكويت سويت لجنة ثانية وفضونا بعد، قالوا لي علاجك موجود هني. جيت لندن من 2020 شهر 11، صار 6 أشهر عالج بلندن، وتعرف التكاليف هني وايد، ودكتور هني عيادة خاصة وما قصر معاي، بس أنا ماخذ تمارين خفيفة عنده مو وايد، يقول لي فترة علاجك يعني 1.5 أو 2 سنين، هذا يعني أكثر شيء. الحين أنت جاي على حسابك الخاص يعني مو على حساب الدولة؟ لا حسابي أنا الخاص، وساعد أبوي بس ماك واحد يساعد إلا أبوي. شنو سبب الرفض مال الكتاب؟ سبب الرفض إنه يقولون علاج بالكويت، علاجك بالكويت.
أنا قعد شهر ونص من المستشفى أميري ما دروا عني أي علاج بالكويت. فلازد الحكومة الكويتية تسرع بالعلاج بخارج بالي، ورحت العلاج بخارج المكتب الطبي بلندن ما عطوني وي. بس ناشدكم يعني تبعون علاجي بالخارج. اتمنى السلامة، اتمنى السلامة لاخونا طارق العلبان، والله يرده بالسلامة. واكيد في مناشدة لمعالي وزير الصحة دكتور باسل الصباح، ونتمنى ان تشمل الرعاية الطبية لاخونا طارق العلبان لانه في لندن بموسى. والله انا بعد يعني انا المناشدة مو بس حق وزير الصحة، حتى حق وزير الشباب، يعني على وزير الشباب عبد الرحمن المطيري امانة. لان هذا يعني الشخص كان رياضي في يوم من الايام، كان لاعب سابق من لاعبين النادي العربي، ومثل النادي، ومثل اعتقد ايضا المنتخب في فتره معينه. رسالتنا يعني هذا يعتبر واحد من اهل الكويت يعني قبل قبل اي شيء، وانسان شفنا حالته يعني الله شافيه وقام سام اخوي طارق. يعني انا ما لما شفت الفيديو حزنت، يعني انسان خلوق، انسان عشنا معاه سنوات طويله ما شفنا وما سمعنا انه الا كل خير. اتمنى ان شاء الله من الاخوان والجهات المختصه انه يعني واحد من اهل الكويت من اسره كريمه، نتمنى ان الاخوان يعجلون في علاجه ويراعون حالته الصحيه. وقال مثل ما ذكر يعني هو قاعد يروح لحسابه، وكلنا عشنا هذا. يعني في كثير من الاخوان عاشوا العلاج في الخارج شيء مكلف جدا، ما حد يقدر عليه يعني امانه. فنتمنى ان شاء الله وزير الصحه وزير الشباب كلهم فيهم الخير والبركه، واحنا ندري ما نخلي عيالنا ابدا يعني، ودائما احنا ديرة خير ونعمه وبركه، اللهم لك الحمد، ودائما نوقف ورا عيالنا ان شاء الله. طبعا احنا نقول حق اخونا الغائب الحاضر عبد العزيز العطيه، الاماكن كلها مشتاقه لك يا ابو سعود. شوف يقول من قال الفرج له. نروح للعاصمه القطريه الدوحه، وتقرير من اخونا عبد العزيز العطيه في تغطيته للاجتماع للاتحاد الدولي للسباحه. عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة اجتماعه في قاعة سلوى فندق شيراتون الدوحة. اجتماع الجمعية العمومية جدول كان حافل بعدة مواضيع وبنود، كان أهمها طبعا اعتماد التقارير الفنية والإدارية والمالية للدورة الانتخابية السابقة، اللي اليوم تقريبا نحن في نهاية يوم لها لتبدأ دورة انتخابية جديدة من يوم الغد مع اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة. كان اجتماع مكتب تنفيذي تضمن عدة نقاط اللي هي معروضة، اللي هي عادية، مثلا الأنشطة تاع الاتحادات، التقارير الإدارية والمالية، وكذا في النهاية كان كلمة للكابتن حسين سلم بحيث قدم مشروعه لرؤيته المستقبلية لأنشطة الاتحاد الدولي. من جهة أخرى أبرمت اتفاقية وعقد رعاية بين مجموعة SK الكورية الجنوبية الكبرى والاتحادين الآسيوي والأفريقي للسباحة. I'm really happy to the work with both federation. Today we just signed a contract, but this is not a finish, this is started. We're going to extend more not only for the swimming field but also other business as well. We are very grateful to the Korean company, which is a very large company, it's a multinational, SK Group, for sponsoring us, because we will utilize that money through arrangement with SK on developing swimming in South Africa and North Africa and East Africa and West Africa. التجهيزات اكتملت في القاعة الكبرى لفندق شيراتون الدوحة لاستضافة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة والمقررة اليوم السبت، والتي ستشهد رسميا استلام الكويت حسين المسلم رئاسة الاتحاد. من العاصمة القطرية الدوحة عبد العزيز عطية
برنامج الديربي. شكرا لأخونا عبد العزيز العطية على هذا التقرير، ومن قبل أيضا شكرا لأخونا محمد صلال من لندن على هذا التقرير. نروح حق بشكل سريع حق فزورة الأمس، جول ولا مو جول؟ اختلفنا يعني، قلنا غالبيتنا قلنا جول، وهي كملوها يا شباب، وهي جول أكيد جول. واللي فايز بالفزورة كوين هارت. كوين هارت. كوين هارت. اوكي نروح حق فزورة اليوم على السريع، نشوف فزورة اليوم، واللي ندعو الجميع حق المشاركة. أي شعار من الشعارين هو صحيح. أبو سالم شو تقول؟ نفس الشيء، وين في فرق؟ في شيء في 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 بعض إن شاء الله خمسة هذا. أي واحد؟ أيوه صح، واحد ولا اثنين؟ واحد واحد واحد. أبو عايشة واحد واحد. دكتور اثنين اثنين. لازم عكس خلاص. أنت قول واحد واحد. دعوة المشاركة في الفزورة. كل الشكر لمشاركينا اليوم، والشكر لرعاتنا وداعمينا اللي دائما الحقيقة يثرون برنامجنا، شركة وينرز العالمية، معقمات هايجين ومياه بيرينا، طياب المرشود، بطلات أمل الكويت، منتجع سراييفو، نظارات كيفان، مطعم السبعينات، شركة غرب الخليج العقارية، مركز عبدالله تقي للأقمشة. كل الشكر راشد الديح، شكرا احمد موسى، شكرا دكتور محسن العنزي، والشكر لفرج رهيب. شكرا على متابعتكم، ونشوفكم باكر ان شاء الله. مع السلامه.